السلام عليكم أعزّ الفلاحون ديال الشعب الجزائري، عيدكم مبروك للجميع إن شاء الله. اليوم نهار الفرحة، اليوم نهار الحراك مبارك اللي يبين أمام العالم كامل أنه الشعب الجزائري سلمي، الشعب الجزائري قانوني، الشعب الجزائري حضاري، والشعب الجزائري ديمقراطي. اليوم نعطيكم موعد، على بالكم راني مريض بصح اليوم على بالكم نهار الفرحة. نعطيكم موعد اليوم على 2:30 أمام البلدية مستغاليب، على بالكم باللي كل شيء بدا نهار 29 جانفي 2019 أمام البلدية مستغاليب، ومن بعد في وهرن العشية أمام البلدية وهرن. نهار اللي كنا نجمعوا في الاستمارات ويعطيهم الصحة الشباب مستغالي موهرد، ومن بعد عين تيموشنت يعطيهم الصحة اللي وقفوا معايا كيما دخلوني في الكوميسارية بقوا يحقروا فيها. والله لو وقفوا معايا على بالكم حتى بكيت، كنت في الكوميسارية كنت نسمع الناس يقولوا طلقوا رشيد طلقوا رشيد، صافي بليزير. من بعد شفت وصرة في خرط الله يبارك 6 فيفري، شفت وصرة في بوسعادة في بدنا في خنشلة 19 فيفري، رئيس البلدية قال هوب والله ما نخلي رشيد يدخل البلاد الشهداء، والشبيبة تاع خنشلة قالوا أرواح رشيد أرواح راك مع خوتك ويعطيهم الصحة. والله فاني حتى بكيت كيما هبطوا هذاك التصويرة تاع بوتفليقة، على بالك توشيت بزاف. ومن بعد سكه راس تبسة الطرف عنابة ميلاس كيكدا قلمة، يا ودي واش نقول لكم واش نقول لكم، تيزي وزوب الجياش تلف بسيلة بيسكرا، واش نزيد واش نزيد، مغنية تلمسان في 48 ولاية ما شاء الله. على بالكم هذاك الوقت عشنا واحد واش نقول لكم حاجة اللي تفرح 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 الشعب الجزائري. ولكن 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 فشلنا 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 سياسيا، يعني ربحنا بالنسبة الصورة للشعب الجزائري بدها الخارج، ولكن سياسيا فشلنا. تعرفوا علاش؟ بس في هذاك الوقت كاع كيما رانا ما قبلناش باللي يكونوا الناس اللي يمثلوا الحراك الشعبي. بصح اليوم درسنا يعني الغلطه اللي درناها كاع كيما رانا، وانا الاول منهم. اليوم ان شاء الله اليوم نهار فرحه، يعني نبدو على الجديد نبدو على الجديد نبدو على الجديد ان شاء الله. دونك نعطيكم موعد 2:30 ان شاء الله امام البلدية مستغاليب، ما نطولش ما نطولش، نقعد نص ساعه برك ونرجع ان شاء الله. بس الحمد لله جاو ليا ثلاثه طباء يعطيهم الصحه الصلاح يعطيهم الصحه، جاو للدار يجوا للدار ان شاء الله المشيه، ومن بعد نكلموا شويه لافير ان شاء الله. وان بليس عندي عندي فاميلتي ثلاثه خواتاتي ساكنين في مستغاليب، ولا نزورهم باسكو عندي بزاف ما شفتهمش. En tout cas, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir qui est un rêve de la liberté. Et puis, quand nous arrivons, Inch'Allah, à Mestkhalib, nous arrivons à tous les gens qui ne sont pas sortis de la prison. En tout cas, nous sommes aujourd'hui avec l'Ustad, Khouna Abdelkader Chouhra, qui a été en santé. Et nous sommes aussi avec l'Ustad Yassine Khalifi, qui a été en santé. Voilà. Barakallahu fikoum. 2h30, Inch'Allah, aujourd'hui, devant l'APC de Mosta Ghanem. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum.